وصفة النهاردة هتفتح بشرتك 3 درجات من أول استعمال. وصفة هتصفي بشرتك من الكلف والتصبغات والبقع الداكنة، وهتخلصك من اسمرار الشمس والنمش وأثار الحبوب. هتحول بشرتك لبشرة صافية منورة، خالية من أي بقع أو شوائب. ومن أول أسبوع الكل هيسألك عن السر. وصفة هتديكي النضارة والتفتيح، غير إنها هتشد بشرتك وترجع لها شبابها وحيويتها مرة تانية مهما كان عمرك. هتعتمديها وصفتك الأولى للعناية بالبشرة، وهتستغني بيها عن كل مستحضرات التجميل. تابعي الفيديو معايا لحد الآخر علشان تعرفي طريقة الوصفة وطريقة تطبيقها. ولو أول مرة بتشوفيني، أنا وفاء ودي قناتي، شرفيني بالاشتراك وفعلي الجرس علشان يوصلك كل فيديوهات العناية بالبشرة والشعر اللي بنزلهم على القناة. ويلا بينا نبتدي وصفة النهاردة. هنحتاج في أول خطوة لصابونة دوف. تقدري تستخدمي اي صابونة جليسرين او اي صابونة تفتيح بتستخدميها. هبشر ربع الصابونة. بنستخدم صابونة دوف في وصفات البشرة لان فيها نسبة كريم مرطب عالية، بترطب البشرة ترطيب عميق وبتنظف مسامها. بشرت ربع الصابونة بالشكل ده وهركنها دلوقتي على جنب وهكمل باقي الخطوات. في طاسة او كسرول هضيف كوباية كبيرة من المية، وهضيف عليها معلقتين من نشا الذرة. النشا بيحتوي على الزنك اللي هيساعد في علاج حب الشباب واثاره، وبيمتص اي زيوت زايدة في البشرة. بيفتح البشرة وبيوحد لونها، وهيخلصك من البقع الداكنة والتصبغات. ضفت النشا وهدوبه كويس جدا في المية، وهرفعه على نار هادية مع التقليب لحد ما القوام يتقل ويبقى كريمي. الوصفة دي عملناها بأكتر من طريقة في القناة، ولأنها من أكتر الوصفات فعالية وبتدي نتيجة تفتيح سريعة بحب دايما أفكركم بيها. وأول ما خليط النشا والمية يوصل للقوام ده هضيف عليه مبشور الصابون. وهقلبه كويس جدا لحد ما الصابون يدوب تماما. وبعد ما يدوب الصابون هبعدهم عن النار، وهسيب الكريم يبرد شوية. ودلوقتي هضيف عليه معلقتين من الحنة البيضة. الحنة البيضة بتفتح الجلد وكل الأماكن الغامقة في جسمك، بتنظف البشرة من خلايا الجلد الميت، وبتدي بشرتك الترطيب والنعومة اللي محتاج لها. ضفت معلقتين من الحنة البيضة وهقلبهم كويس جدا مع باقي المكونات. وهضيف عليهم زيت الليمون اللي هيزود نضارة البشرة وترطيبها، وهيفتحها ويوحد لونها. هنحتاج معلقة واحدة من زيت الليمون. وهنضيف كمان معلقة من زيت اللبان. زيت اللبان هيرطب بشرتك ويقلل من البقع الداكنة والتصبغات، غير ان في مواد قابضة هتشد البشرة وتقلل التجاعيد حوالين العين والفم. ودلوقتي هقلب المكونات كلها مع بعض كويس جدا، وبيكون الكريم جاهز معانا للاستخدام. هتوزعي الكريم على بشرة الوجه والرقبة واي اماكن غامقة في جسمك وعاوزة تفتحيها. وزعيه على عقل الاصابع والكوع والركبتين. الكريم ده امن جدا لاي منطقة في جسمك.
وبعد ما توزعيه على بشرتك سيبيه لمدة نص ساعة. الكريم ده هيبهرك بالنتيجة الفورية اللي هتشوفيها. كريم سحري هيوحد لون بشرتك وهيرجع لها لونها الطبيعي. وبعد نص ساعة اغسلي بشرتك بمية باردة ورطبيها بأي مرطب بتستخدميه. من أول استخدام هتلاحظي نضارب بشرتك وحيويتها. وعلشان تتخلصي تماما من البقع والتصبغات وأثار الحبوب هتكرريه 3 مرات في الأسبوع لمدة ما تقلش عن شهر. احتفظي بيه في أي برطمان نظيف عندك وحطيه في التلاجة، بيفضل صالح للاستخدام لمدة أسبوعين. جربيه وهتشوفي بنفسك النتيجة، ومستنية رأيكم في التعليقات. لو وصلتي لهنا فشكرا جدا على المتابعة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير عشان القناة تكبر بيكو، واستنوني في فيديو جديد ووصفة جديدة.